أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت، القوات الحكومية ترتكب جرائم بحق أبناء النصرية عقابا لهم على مواقفهم المؤيدة لثورة تشرين. في العرب الجديد، تجدد التظاهرات بالعراق واتساع دائرة إضراب المدارس. في القدس العربي، حشود من الطلاب تلتحق بساحة التحرير في بغداد وإحراق منزل نائب في ذي قار. في البصائر، معتصمو ساحة التحرير يدعون لتحشيد مليوني الجمعة المقبلة. في الشرق الأوسط، محتجو العراق يحشدون لجمعة الصمود، بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تغص بالمتظاهرين مجدداً. في العرب اللندنية، بغداد تعرض على المتظاهرين الإطاحة بالحكومة والإبقاء على عبد المهدي لتهدئة الاحتجاجات. وفي إندبندنت عربية، خلافات عاصفة داخل مكتب عبد المهدي وسليماني يتدخل. أهلا بكم. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرا للصحفية بيشام أجيد تقول فيه إنه مع عملية القتل والضرب والاختفاء التي تطال المتظاهرين العراقيين، فإن حكومة عادل عبد المهدي أصبحت أكثر استبدادية في تعاملها معهم. وأشارت المجلة إلى أن الحكومة استعانت بالقضاء لتسهيل مهمتها في قمع التظاهرات. المجلة تشير إلى أن علي سامي كان قادماً من جسر الأحرار وقنابل الغاز تطير خلفه عندما رأى ما ظن أنه متظاهر يعاني من الاختناق، فدخل الزقاق الذي انهار فيه الشاب ليجد نفسه محاطاً بستة رجال في لباس مدني، حيث أدخلوا سامي في سيارة سوداء وغطوا عينيه وربطوا يديه ثم ضربوه لساعات. وتلفت المجلة إلى أن هذه الحادثة أصبحت بالنسبة للعراقيين العاديين تجربة عادية في الوقت الذي دخلت فيه المظاهرات شهرها الثاني، فقتلت قوات الأمن يوم السبت 9 أشخاص في الوقت الذي قامت فيه بإخلاء 3 جسور تقود إلى المنطقة الخضراء. وتقول المجلة إن ميدان التحرير يبقى ملاذا نسبيا للمتظاهرين، لكن حتى الأشخاص الموجودين في الميدان تم استهدافهم بحملات اعتقال متفرقة واختفاء وتهديدات. وقال العديد من المتظاهرين بأنه تم تهديدهم بعنف لئلا يشاركوا في التظاهرات. ويشير التقرير إلى أن الحكومة تحاول إضافة الشرعية على حملتها باستحضار قوانين محاربة الإرهاب. وتورد الكاتبة نقلاً عن منصور قوله إن دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى لحضور الاجتماعات الأمنية وجعله يخرج ليشير إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب يمنح الحكومة تبريراً قانونياً لاستخدام العنف ويصبح ذلك جزءاً من القمع. وتختتم المجلة تقريرها بالقول إنه يبدو أن الحكومة ومكتب رئيس الوزراء ضاقوا بالمتظاهرين، ولديهم الآن تبرير قانوني وسياسي ليتمكنوا من القيام بحملة قمع أشد ومحاولة إزالة المتظاهرين من الشوارع. إلى مقال آخر، تدخل مفردة المقدس على المال فيصبح مالاً مقدساً، تزكية من السرقة أو للتزكية من السرقة وإن كان سحتاً، وهو ما يؤخذ من الناس بعذر ديني ملتبس، وتدخل على المكان ليغدو مقدساً، وعلى الحزب ليبدو مقدساً أيضاً، وعلى الرجال فيولدون مقدسين، وعلى جماعة مسلحة لتكون مقدسة. رشيد الخيون يتساءل في صحيفة الاتحاد الإماراتية، كم من مرتكبي الشبهات غطى مصطلح المقدس على المدنس من أفعالهم؟ وإذا كان كل هذا يحتمله المقدس، فلماذا لا يحتمل الخطف المقدس؟ لأنه مقدس لا تنال فاعله عقوبة طالما أن الغرض منه حماية المقدسات.
هذا ما يحدث بعراق الجماعات المسلحة التي حصرت عنوانها بالمقاومة الإسلامية، ومن هنا تصطبغ بالقدسية. خصمها كافر وتابعها مؤمن، بل أبناء وبنات الخصم ينالهم وينالهن كفر الأب والأم وخيانتهما، لأنه ليس مع المقاومة الإسلامية المدافعة عن الأمة وحاكمية نيابة الأئمة. أحسب أن اختطاف الطفل إنانة يدخل في هذا الصنف، أي اختطاف مقدس مورس ضد أب مخالف حاول الاقتراب من أسرار المال المقدس. أما الخاطفون فميليشيا تعد نفسها ضمن المقاومة الإسلامية وتستعرض مقاتليها. لم يبقى للأب والأم غير الهجرة، فبعد إنانة هما يكونان الهدف للتعتيم على الجريمة وخطفهما أو قتلهما فعلا مقدسا أيضا، لأنهما حاولا النيل من مختار العصر. ولكم ضم هذا اللقب للمقدسات أيضا. ما بين إنانة وصبا المهداوي فارق العمر، ولكن الخاطف واحد والدافع واحد، فصبا طبيبة هان عليها دماء الشباب والشابات المتظاهرين تسيل، وبفزعتها لتضميد الجراح ارتكبت خطيئة ضد القناص وهو مقدس أيضا. نزلت صبا وسط ساحة التحرير تحاول إنقاذ حياة من يطلبون وطنا، ولم تسمع لنداءات والدتها. العارفة بأخلاق الخصم عادت إلى الدار واختطفت وهي في الطريق، وجريمتها أنها تحاول التقليل من الخسائر في الأرواح بفعل الرصاص والغاز. الكاتب يشير إلى أن أحد المعممين ظهر وصرح علانية أنهم خطفوا فلانة وفلانا لتأديبهم، وليس هناك من سأله عن هذا الجرم، فما المانع من اعتباره خنقا أو خطفا مقدسا؟ مارسه مقدسون دفاعا عن المال المقدس والسلطة المقدسة والمقاومة المقدسة أيضا. إلى مقال آخر وجاء في مطلعه: نريد وطنا بمعنى نريد استعادة وطننا، ذلك هو الشعار الذي رفعه المحتجون الشباب في مختلف المدن العراقية الغاضبة، وهو يعكس تحولا عميقا في مواجهة الواقع من أجل استخراج حقائقه التاريخية. فاروق يوسف يقول في صحيفة العرب اللندنية إن الشباب العراقي نجح عن طريق ذلك الشعار بكل صدقه المؤلم والجارح وبكل من طوى عليه من مساءلة محرجة للأجيال السابقة، نجح في تهميش كل من له علاقة بالسنوات التي شهدت تدريجيا ضياع العراق. لأن أولئك الشباب لا ينتمون إلى حزب ولا يرفعون شعارا عقائديا ولا يعرفون شيئا عما شهده العراق من نزاعات سياسية قبل أن يروا النور وهم أبرياء من لوثة المؤامرة، فإنهم اكتشفوا بيسر أن المتاهة التي يسيرون في دروبها لا يمكن أن تكون وطنا. فما من وطن يمكنه أن يصاب بكل تلك الأوبئة التي صاروا يصطدمون بمظاهرها العفنة. فالعراق صار مسرحاً للخداع والكذب والاحتيال والخيانة والابتذال والسوقية واللصوصية والانهيار الأخلاقي والتزوير والتضليل والتعتيم على الحقيقة وشراء ذمم الناس وصولاً إلى القتل المجاني تحت لافتات طائفية. لم يجرؤ أحد من قبل أن يقول ذلك ليس وطنا. لقد كانت الوطنية هي الكذبة الأكثر رواجا في سوق الخردة، يتداولها الجميع من غير أن يتأملوا تفاصيلها التي تم تشويهها. فمنذ عام 2003 صار العراق مرتعا للخونة الذين يعتقدون أن عداءهم للنظام السابق يكفي لأن يكون غطاء على خيانتهم للعراق، غير أن الواقع فضح تلك الخيانة، ذلك لأنها لم تبقي من العراق شيئا. فالطبقة السياسية التي استولت على السلطة صنعت عراقا لم يتعرف عليه الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 باعتباره وطنا. الكاتب يرى أن حق العراقيين في وطن ليس مطلبا خدميا، ذلك لأنهم ينظرون إلى مصيرهم الذي لا يمكن تأثيثه بالآمال العريضة من غير أن يكون هناك وطن يحتضنه. هناك وطن اسمه العراق، وهو ما ينبغي استعادته.
وصل الوضع في العراق إلى مفترق طرق، فتظاهرات مستمرة في ساحة التحرير وسط بغداد وفي مدن أخرى، إلا أن نظام الحكم بصيغته الحالية يحظى بدعم من الأطراف المؤثرة دولياً ومحلياً. رافد جبوري يقول في صحيفة العربي الجديد إن إيران ترى أن التظاهرات مؤامرة كبرى، وهي ترمي بكل ثقلها خلف إبقاء النظام. أما الولايات المتحدة فتدعو بغداد إلى الاستماع للمتظاهرين وترفض العنف، لكنها تؤكد دعمها النظام وما تسميها المؤسسات في العراق. تقدم السلطات مع القمع وعودا كثيرة وكبيرة بتوفير الوظائف ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات، بل وتغيير الدستور أيضا، كما صدر كلام إنشائي مطول في خطابات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وغيره من كبار المسؤولين العراقيين منذ اندلاع التظاهرات، ويجري ذلك كله في ظل انقطاع شبه تام لأي تواصل حقيقي وفاعل مع المتظاهرين. أما واقع التظاهرات فقد اكتسب فعلا طابع الثورة الشعبية، من حيث المطالب بإحداث تغيير حقيقي وهدم لمرتكزات النظام السياسي الطائفية، والإصرار على مكافحة الفساد فعلا لا قولا. إنها التظاهرات الأكبر في تاريخ العراق الحديث، ربما يبدو نجاحها في الوصول إلى أهدافها صعبا، ولكن من الصعب أيضا تصور أن تنتهي من غير تغيير حقيقي ما. لا تملك التظاهرات أجندة سياسية تمثل حلا شاملا للوضع في العراق، لكن مطالبها العامة كانت واضحة في إجراء تغيير جذري في عملية الانتخاب وتشكيل الحكومة، من أجل إيجاد صيغة واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة. وبعد أسابيع من التظاهرات لا يبدو أن هناك خطوات عملية تجري في هذا الاتجاه، إذ إنه سيهدد في النهاية كل الطبقة السياسية الحاكمة وأصول اللعبة السياسية القائمة. الكاتب يقول أيضاً إن حديث عبد المهدي منذ الأيام الأولى أن الخيار هو بين الدولة أو اللا دولة، وهو يقصد أنه يمثل الدولة فيما تعتقد شرائح واسعة من العراقيين، من المتظاهرين ومن المتعاطفين معهم، يعتقدون أن النظام الذي يحكمهم لا يمثل دولة حقيقية ذات علاقة مع مواطنيها، ولذلك أبرز شعاراتهم كانت نريد وطنا. لو كان العراقيون يعيشون فعلا كمواطنين في أحد أغنى بلدان العالم بالنفط لما قام أحد منهم بالانتفاض وتعريض حياته للرصاص. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن العودة إلى الأسباب الرئيسة لما حل بالعراق وأهله خلال السنوات 16 الماضية تنفع أحيانا لمعرفة هل توجد طريقة للانعتاق من هذا التردي والظلم والتخلف. في الحكومات السابقة لما بعد مجلس الحكم الذي عينه الحاكم الأمريكي بول بريمر، كان الجهد الحزبي والسياسي والديني يستنفر قواه، وتحت سيل من شعارات تحريض وكراهية وانتقام وحق يراد به باطل، من أجل تحشيد متظاهرين يهتفون بعد قبض معظمهم مبالغ مالية. بحسب قول مسؤول في حلقة حكومية بعد مجلس الحكم المضحك، كانت لعبة سياسية مفتعلة تلصيقية مهترئة تجري أمام أنظار الأمريكان وهم يحتلون البلاد من دون أن يكترثوا بما يجري، لأن هدفهم هو هذا السلام والوئام بين الطبقة السياسية التي وصلت معهم إلى قلب بغداد. كل شيء كان يجري من أجل مفهوم ضيق للحكم ليس له شروط العيش إلا في أثواب الغير. لم تكن هناك أي دوافع عند السياسيين لقيام حكم عراقي وطني متكامل يزيح عن كاهل العراقيين فترة الحصار والحروب الماضية. الآن هذا جيل جديد دخل حروباً طاحنة عبر التطوع بالفتوى في الحشد، وقاتل في العراق وسوريا واليمن، وربما كان بالإمكان إرساله إلى دول الخليج للقتال أيضاً عند الضرورة. ليس هناك ما يمنع، فالقرار ليس عراقياً، والدولة العراقية متورطة بحروب خارجية من دون أن تدري، وإذا
كانت تدري فالمصيبة أعظم. ويختتم الكاتب بالقول إن هذا الجيل وجد نفسه أمام شعارات مزيفة وسياسيين فاسدين وعالم يتغير ويتطور حول بلده، في حين لا يزال هو يبحث عن شربة ماء نظيفة. هذه المعادلات المنقوصة لا تستقيم معها الأوضاع، لذلك يمكن توقع انهيارات هائلة لم نرى مثلها شيئا حتى الآن. فضحت ثورتا أكتوبر تشرين الأول اللتان ما زالتا متدفقتين وتزدادان زخما ووضوحا يوما بعد يوم في العراق ولبنان، فضحتا الكثيرين من أصحاب المواقف التي تدور حول أو حيث يدور الهواء. سهيل كيوان يرى في صحيفة القدس العربي أن ثورتي العراق ولبنان فضحتا وأوقعتا هذه الفئة في حيث بيس، فلهم قادرون على الاعتراف بأنهما امتداد للربيع العربي، لأن ذلك سيسقط نظرية المؤامرة نهائيا ويفضح المروجين لها، ولا هم قادرون على إنكار كونها ثورات حقيقية. من جهة يريدون مواصلة التمسك بالوهم الذي أقنعوا أنفسهم وغيرهم فيه بأن الربيع العربي لم يكن سوى مؤامرة، ومن جهة أخرى يصفعهم ما يجري أمام عيون البشرية كلها، فحلقات الدبكة ومئات الآلاف الذين ينشدون في ساحات العراق ولبنان في شعارات ضد الطائفية والفساد لم يتركوا مجالاً للدعشنة، والعكس صحيح، فالحراك السلمي ذكر الناس ببدايات الثورات العربية، وخصوصاً عندما ينشدون أناشيد وهتافات الثورة السورية. هؤلاء المنفصمون يطرحون التساؤلات نفسها التي طرحت من قبل: من الذي يمثل المتظاهرين وأين قيادتهم؟ ولم يستحي بعضهم من ترديد كذبة السفارات الأجنبية بعدما رددها حسن نصر الله إنهم لا يستطيعون الاعتراض على ثورة شعب فيعربون عن تأييدهم لمطالب الشعبين اللبناني والعراقي، ولكنهم يضيفون الكلاشية البائت بأن هناك من يريد ركوب الثورات كي يطعن المقاومة. والتطبيل نفسه الذي سمعناه عن الثورة السورية من قبل بأن المطالب محقة لولا أن هناك من يستغلها لضرب محور المقاومة، وهو الادعاء نفسه الذي ردده النظام الإيراني عندما جرت على عرضه انتفاضة قبل أقل من عامين احتجاجا على الوضع المعيشي. الكاتب يقول إن البعض ظن أنها صرخة عابرة في بيروت وبغداد، ولكن استمراريتها وضعت الجميع أمام مرآة الحقيقة وأعادت للربيع العربي حيويته وضخت فيه الدماء وأعادت الأمل الذي حاولوا خنقه واغتياله، وباتت الصورة أوضح بكثير، إما مع أنظمة الاستبداد والفساد أو مع حرية الشعوب التي فاض بها وأعيل صبرها. إلى هذا الخبر الذي اخترناه لكم، وفيه تحدى متظاهر عراقي قوات مكافحة الشغب التي تسعى بوسائل مختلفة لتفريق المحتجين، كان من بينها استخدام كلاب بوليسية لإرعابهم، لكن تلك الكلاب يبدو أنها لن تقوم بالمهمة، إذ عليها مواجهة الأسد الذي استجلبه المتظاهر إلى ميدان التظاهر. وقال موقع الحرة إن الأسد وصاحبه أصبحا حديثا متداولا بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشروا صورا وفيديوهات لهما، وقد ظهر الأسد الكبير الحجم مكتسيا علم العراق، كما أصبح الأسد محط أنظار وسائل الإعلام التي تزاحمت لتصويره، في حين كان الناس يفرون من حوله في أثناء تحركه وفقا لما أظهره مقطع فيديو. وقال ناشطون على مواقع التواصل إن المتظاهر والأسد ظهرا في محافظة بابل التي تشهد تظاهرات مطالبة برحيل الحكومة. الآن إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، طاب يومكم وإلى اللقاء.